تعال ننتقل من هذا الخبر إلى خبر جيد يعجبك ويبسطك أنت المواطن بقى، مش بس المشاهد وخلاص، لا أنت المواطن في حياتك. الشهر العقاري، كلنا بنتعامل مع الشهر العقاري في مختلف المناحي في حياتنا اليومية، العربية والعقار والبيت والشقة، نقل الملك، حاجات كتير جدا. مجلس النواب النهاردة في جلسته العامة وافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا يوسف بيه. ازاي الصحة؟ مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى. مساء النور يا فندم. دكتور، يعني قول لنا إيه هي أبرز التعديلات اللي تمت الموافقة المبدئية عليها النهاردة من السادة النواب المجلس؟ أبرز التعديلات في القانون 114 لسنة 46 فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات. عظيم. طيب كانت عندي إيه؟ كان عندنا إجراءين، بيتم بسدد الضريبة وبسجل. لا، دلوقتي أصبح الفصل ما بين سداد الضريبة والتسجيل، وأصبح الشهر العقاري معني بالتسجيل وغير معني بسداد الضريبة. أي من الضريبتين؟ في ضريبة تصرفات وفي ضريبة عقارية. ضريبة التصرفات العقارية. يبقى أصبح دلوقتي الفصل في قطاع الشهر العقاري ما بين التسجيل والتحصيل. عظيم. أصبح في فصل. ويقوم الشهر العقاري دوره قاصر على تسجيل العقارات فقط. كويس جدا. فقط ده ما تم التوافق عليه النهارده؟ تم التوافق عليه النهارده. عظيم، ايه تاني؟ تاني حاجه عدم اشتراط تسلسل ملكيه حتى يتم اجراءات التسجيل. انا عندي حلقات عرفيه كتير. ايوه. بائع لبائع. صحيح. تتعدد حلقات البيوع العرفيه حتى اصل للمنتفع الحالي اللي عايز يسجل. كان في القانون القديم يقول هات اطراف هذه الحالات العرفيه يوقعوا، او هات منهم توكيلات. لا، في هذا التعديل الجديد اصبح لا يوجد هناك شرط اساسي لتسلسل الملكيه حتى اصل المنتفع. وأدخلنا طريق جديد للتسجيل، وهو التسجيل عن طريق الحيازة الطويلة والقصيرة المكتبة للملكية. عظيم جدا. يبقى تاني نقطة مهمة جدا جدا بنتكلم فيها، مفيش تسلسل ملكية، في طريق جديد للتسجيل وهو الحيازة 5 سنوات للوحدة أو للعقار بنية التملك، ويؤيدها مستند عرفي هنقل بها ملكية. كويس يعني جدا. يا فندم، واحد مقيم في شقة مع بيع لهذه الشقة، وليه عنده شهادة ميلاد، عنده إيصال كهرباء، عنده إيصال غاز، عنده حكم صحة توقيع، كل هذه الأمور تؤيده في 5 سنين هنقل هذه الملكية. كويس. وضعنا سقف زمني للإجراءات يتم نقل الملكية بموجبها مدة قد يا فندم؟ 37 يوم حضر. يعني انا دلوقتي مش هقدم طلب واقعد استنى سنه او سنتين للتسجيل. ايوه. لا، حتى في زمن 37 يوم يكون مع سعادتك العقد المسجل لو مسنداتك كامله. كويس جدا. تم وضع عقوبه مشدده في حال تقديم اوراق او مستندات مزوره. عظيم. اي شخص هيقدم مستند مزور او بقصد التسجيل هيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة حد أدنى سنة وغرامة 50,000 جنيه. كويس. ودي لم تكن موجودة في قوانين السابقة. موجودة. ده الظرف مشدد عشان الإجراءات تبقى صحيحة وسليمة، وأي شخص يفكر 100 مرة قبل ما يتقدم للشهر العقاري من صحة الإجراء ومن صحة الورق اللي تحت إيديه. كويس جدا برضو.